نتحول إلى الضفة الغربية معك ولاء سلامين. يعني حتى ماثيو ميلر سئل منذ قليل في المؤتمر الصحفي للتعقيب على الاعتقالات وأيضا القتل المباشر وبدم بارد وقنص الجيش الإسرائيلي للشبان والمواطنين الفلسطينيين في الضفة، إلى أي مدى هذه الأمور صعبت الحياة في أمس في أول أيام عيد الأضحى واليوم؟ نعم، أهلا بك يا عمر، وفي عام وأنت بخير، وكل الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بخير، ولكن الأراضي الفلسطينية ليست بخير. ما يدعو للسلوك، يعني لما سمعت في هذا المؤتمر الصحفي وأنا معكم على الهواء مباشرة كان قد تحدث أنه يجب على الإسرائيليين أن يحققوا بتلك الأهداف وتلك الاعتقالات وأيضا بتلك الفلسطينيين الذين قتلوا بدم بارد. عندما يسمع الفلسطينيين هكذا مؤتمرات وهكذا رد من الإدارة الأمريكية يكون هناك فقط الابتسامة أو الضحكة للسخرية عما يتحدثون عنه. هل نعتقد أن الجلاد والحاكم يستطيع فعليا أن يقوم بتحقيق نزيه إذا ما يجري في الضفة الغربية من قتل للفلسطينيين بدم بارد؟ الاعتقالات التي باتت من بعد 7 أكتوبر هي شبه يعني يومية منذ الصباح وحتى المساء تشهد أراضي الضفة الغربية اقتحامات بالجملة من الشمال وحتى الجنوب. الاعتقالات للسيدات وهن ورقة ضاغطة على ذويهم لتسليم أنفسهم لقوات الاحتلال. هناك بعض الأطفال الذين يقتلون ويستشهدون ويرتقون بدم بارد من الرصاص الإسرائيلي. أيضا نتحدث عن 133 فلسطينيا طفلا على الأقل في الضفة الغربية قتلوا بدم بارد. نتحدث عن منذ 7 أكتوبر ولغاية هذه اللحظات نتحدث عن أكثر من 500 فلسطيني على الأقل من الضفة الغربية والقدس المحتلة قد ارتقوا برصاص الاحتلال وأيضا برصاص المستوطنين. أكثر من 5000 مصاب من الأراضي الفلسطينية ومن الفلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين وأيضا قوات الاحتلال بالرصاص الحي وبشظايا رصاص بالطائرات المسيرة التي تقتل الفلسطينيين أينما تواجدوا. الآن أتحدث معك والهجوم الذي يشنه ميليشيات المستوطنين على أهالينا في دير دبوان، 3 إصابات خلفت هذا الاعتداء في هذه اللحظات وأنا أتحدث لدي. كل هذه الاعتداءات مستمرة منذ اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك وما زالت الاقتحامات مستمرة. نتحدث عن قلقيلية التي شهدت مداهمات واعتقالات، هناك سيدة اعتقلت وهي رهن على الاحتجاز كورقة ضاغطة على نجلها لتسليم نفسه لقوات الاحتلال. أيضا نتحدث الآن عن بؤرة في هذا اليوم، أعلن عن قيام بؤرة استيطانية في بلدة بني نعيم جنوب مدينة الخليل، اعتداء للمستوطنين في ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. أين هو السلام؟ أين هو الأمن للفلسطينيين في أراضي زميلتي دانا؟ أنا القدس، قطاع غزة داخل الضفة الغربية ليس بمنأى ما يجري في قطاع غزة. كل الشعب الفلسطيني هو معرض للإبادة الجماعية وللتهجير. وهو حقيقة التهجير. يعني ولا ما بدأنا به هذه الحلقة قبل الحديث معكم، بأي حال عدت يا عيد، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون العام القادم والعيد القادم هو عيد ومليء بالأمن والسلام للشعب الفلسطيني أينما كان وكذلك للأمة العربية والإسلامية. أشكركم زملائي الكرام، كل عيد وأنتم جميعا بخير. ولاء السلامين من رام الله، بشير جبر من خان يونس، ودنا أبو شمسية من القدس، شكرا جزيلا لكم. في مشهد شديد الارتباك والتخبط، كشف إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هدنة تكتيكية في بعض مناطق جنوب قطاع غزة عن حجم التباين الذي يعصف بإسرائيل. وأشعل الإعلان عن الهدنة تبادلاً للاتهامات بين مكونات المشهد السياسي والعسكري قبل أن يضطر جيش الاحتلال للتراجع عنها تحت وطأة هجوم من حكومة نتنياهو، مؤكداً في بيان أن القتال مستمر في الحصار المقاطع والمدمر كالمعتاد. ولم تكد تمر ساعات على ترحيب الأمم المتحدة بالهدنة الإسرائيلية المزعومة حتى أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أن الحرب المستمرة على القطاع الفقير الخاضع للحصار
حولته إلى جحيم على الأرض. وأكد جريفيث أن توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين يقفون على حافة المجاعة أمر بات شبه مستحيل. جريفيث انتقد كذلك مواقف الدول التي تسلح إسرائيل وقال إن الأسلحة استمرت بالتدفق إلى إسرائيل من واشنطن ودول أخرى رغم التأثير المروع للحرب على المدنيين بغزة، مؤكداً أن العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة في غزة قتلوا بأعداد غير معقولة. خطورة الأحداث وسخونتها في الضفة الغربية لا تقل عما يجري في قطاع غزة، فعلى مدى سنوات طويلة يهدف الاحتلال إلى تدمير حياة الفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة وفق خطة ممنهجة زادت وتعمقت بعد أحداث 7 أكتوبر. فلا يكاد يمر يوم واحد من دون اقتحامات من جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين على العديد من القرى والبلدات الفلسطينية في حرب صامتة كما وصفها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، الذي أكد أنه كان من الممكن أن ينصب التركيز على ما يحدث من حرب في الضفة بقدر أكبر لولا حرب غزة.